قال الأهلي لا يتدخل في شؤون الآخرين، نقطة ومن أول السطر، الأهلي لا يتدخل في شؤون الآخرين، نقطة ومن أول السطر. بالنسبة لنا خلاص، بالنسبة لنا الموضوع منتهي، بالنسبة لنا مش هنتكلم في هذا الموضوع مرة أخرى، لأنه في النهاية مجلس الإدارة خد قرار بحاجة معينة وطلع المتحدث الرسمي قالها، هو ده. الناس دي عارفة مصلحة النادي فين، الناس دي طول عمرها دايما ماشية بمبادئ معينة، ورقم واحد ورقم اتنين ورقم تلاتة، وبيعملوا المبادئ، الأخلاق، الاحترام، وهو ده اللي احنا هنمشي عليه ودايما اللي هنفضل نمشي عليه. لن نتعدى حدود الاحترام، لن نتعدى حدود الأدب، لن نتعدى حدود الأخلاق، لأن هو ده اللي احنا متعودين عليه دائما داخل النادي الأهلي. كان بس